السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل بيخليك تقدر تعمل برامج موبايل من غير ما تضطر ان انت تكتب كود. هنشوف الموضوع ده مع بعض ازاي. الفكرة كلها في البرمجة بدون كود، تمام؟ طيب، كل الفكرة ان انت تعمل دراج اند دروب، يعني عايز تحط صورة فبتسحب الصورة تحطها، عايز تكتب تكست وهكذا، وتقدر ان انت تعمل برامج قوية ومتخصصة بدون كتابة اكواد، يعني مش محتاج ان انت تعلم البرمجة. طيب، من المهم جدا ان احنا نبص على الانتجريشن، يعني في ربط مع مواقع كتيره جدا. المواقع دي بتبقى فيها بيانات كتيره، تقدر تربط نفسك مع المواقع ديت زي الاكسل مثلا او الجوجل شيت. طيب، خلينا نبدا نشوف الشكل بتاع البرنامج. فبيسالني انت عايز تكمل مجاني ولا بفلوس؟ قلت له ستارت فور فري، تمام؟ فبيبقى ليك امكانيات محدوده، لكن تقدر تعمل البرنامج بتاعك كاملا ان شاء الله زي ما نشوف مع بعض. لكن طبعا الفلوس بيديك عدد كبير اكتر من المشاريع تعملها. دي الاسعار في لحد 10 مشاريع، وعندك كوميونتي سبورت، بس كل المشاريع هتبقى بابليك، مفيش حاجه برايفت او مفيش حاجه خاصه بيك انت محدش يقدر يشوفها. $13 تبدا ان انت وان برايفت بروجكت، وتقدر تعمل 20 مشروع. اكتر من كده في الشهر بيبدا فيه امكانيات اكتر. طيب، نرجع للواجهه بتاعه البرنامج. هو جايب لك فيديو بحيث ان انت عايز تفهم الفكره، خليك معايا. دي هنا الشاشه الاولانيه. طبعا اي برنامج بيبقى فيه اكتر من شاشه، يعني اول ما تظهر الشاشه بتدوس على زرار يوديك لشاشه تانية. ممكن يكون الزرار ده عباره ان هو بيعمل تشيك على الاسم والباسورد، او مثلا عايز تروح لصفحه معينه او خدمه معينه، فتقدر تضيف اكتر من سكرين. يبقى عندك شاشه واحد وشاشه اتنين، وتقدر تتنقل بينهم بسهولة، بحيث ان انت مثلا هتحط هنا حاجة توديك للشاشة التانية. يعني مثلا ممكن هنا احط له مثلا زرار زي ما انت شايف دراج اند دروب، احط ليبل مش هتدوس عليه، يعني هو ينفع ان انت تبرمجه ان هو يدوس عليه، لكن الاصل هو مجرد كتابة، تمام؟ والبوتوم هو ده اللي بتدوس عليه. الايمج تبدأ تحط هنا. طيب، احنا حطينا بعض العناصر، كل عنصر من دول ليه الخصائص بتاعته. يعني الزرار مثلا هوت البوتوم دوت اهو، ليك مثلا ان انت تبرمج الاسم بتاعه وليكن مثلا جو، تمام؟ الفونت اللي انت عايزه تقدر تغير الفونت، تقدر تغير، ممكن تعمله ديسيبل، يعني ملوش اي قيمه، محدش يقدر يدوس عليه. الابعاد بتاعته تقدر ان انت تعدلها من هنا. ريسايز مود، ممكن مثلا فلوت امبليس، يعني لو شكله اتغير يتغير برضو معايا، وهكذا. الباك جراوند، الخلفيه بتاعته قد ايه، البوردر قد ايه، الشادو دي، زي ما انت شايف كلها حاجات سهل ان انت تتحكم فيها. الصوره بقى ممكن تقول له انا عايز ارفع صوره معينه، تدي له الصوره وهو يبدا ان هو يرفعها لك بحيث تبقى موجوده الصوره اللي انت عايزها. فممكن تيجي هنا تدي له مسار معين، ابلود افايل او تايب ان يو ار ال. خلينا نرفع صوره كمثال. عايز الصورة دي تعملها ريسايز بأي أي شكل من الأشكال تقدر تختار. طيب، أنت مثلا بدأت إن أنت تحط الحاجات اللي أنت عايزها، تمام؟ عندك حاجات خاصة مثلا بسويتش، بسلايد، بداتا انبوت، أنيميشن، فيديو، كل الحاجات اللي أنت ممكن تلاقيها في البرامج. بعد ما عملت ده الجزء بتاع الديزاين، وفي زي ما أنت شايف في سكرين 1، سكرين 2، سكرين 3، زي ما أنت عايز. ممكن يجي هنا في البلوك. البلوك ده عامل زي لغه سكراتش، يعني انت بتبدا توصل حاجات مع بعض، لكن طبعا هم مزودين بعض الحاجات، ماشي؟ لان هتخصص في موبايلات مثلا، ففي ان انت تفتح مثلا الكاميرا، تمام؟ في حاجات خاصه بالكنترول، ماشي؟ ممكن تقول له نافيجيت 2، انت عايز بقى تروح لشاشه واحد او شاشه اتنين، فتقول له مثلا لما حد يدوس على الزرار ده تروح للمكان الفلاني. في حاجات خاصة باللوجيك، العلامات الحسابية، في حاجات خاصة بالماس، الحسابات واللوجيك اللي هو المنطق، التكست، لو انت عايز مثلا تخليه يكتب بعض الحاجات ممكن تقول له جوي مثلا، وتقدر ان انت تضيف زي ما انت عايز، تمام؟ ايتمز كتيرة. ممكن تقول له بقى انا عايز اتحكم في الكالر،
ممكن تتحكم في الفاريبل المتغيرات. عندك بقى شوية إضافات خاصة بالصوت، خاصة باللوكيشن، تقدر تحدد اللوكيشن، تقدر تعمل أليرت، تقدر تعمل لو حد اشترى مثلا البرنامج أو التطبيق يحصل إيه. في حاجة خاصة بالسنسور، تايمر،